فترة عم نسمع كتير عن فيروس كورونا. قبل ما نبلش بدرسنا رح نحكي بفيديو اليوم شوي عن أعراض فيروس كورونا. أول عرض ببين على المريض هو ارتفاع بدرجات حرارة جسمه، وممكن أنه تتطور لالتهابات بالأنف وبالحلق. وإضافة لهالشي بيعاني المريض من وجع بالحنجرة والعضلات، وكمان بيصير عند المريض سعلة وتعطيس ووجع راس، وبعض الأحيان بيصير عنده إسهال. وبس تتقدم حالة المريض بينصاب بفشل كلوي وممكن أنه تؤدي لوفاته لا سمح الله. كرمال هيك خليك ببيتك لتحمي حالك وتحمي غيرك، لأنه صحتك هي الأهم. مرحبا يا أصدقاء، درسنا لليوم هو عن حرف الدي. حنبلش درسنا باللور كيس دي، حنشوف بالفيديو كيف عم يرسمها حتى نتعلم أول شيء نكتب حرف الدي. مثل ما عم نشوف بالفيديو، هيدي اللي قدامنا هي اللور كيس دي، يعني الدي الصغير. حنحط قدامنا ورقة وقلم نشوف كيف عم يرسم حرف الدي لنتعلم كيف نكتبها. اتفقنا يا شاطرين؟ هيدي اللور كيس دي مثل ما قلنا. خلينا نجرب نكتبها مرة تانية. Good job. نجربها لآخر مرة. هلأ حنبلش بالكابيتال دي يلي هي الدي الكبير. خلينا نكتبها بعد مرة. One more time. Good job. And now we will draw the capital D. Very good. One more time. Good job. وهيدي آخر مرة بنرسم فيها حرف الدي. هلأ خلينا نسمع هالغنية لنتعرف على صوت حرف الدي. And now I have a game to learn and entertain. هلا عنا لعبة لحتى نتعلم ونتسلى. I see something green. عم شوف شيء أخضر. I see something round. عم شوف شيء مدور. Two feet. قدمين. I see wing and tail. عم شوف جناح وذيل.
عرفتوها شو هي؟ This is a duck. What's the meaning of duck? Duck يعني بطة. بأي حرف بتبلش؟ بتبلش بحرف الدي. And now we have an activity. هلا عنا نشاط. هيدا النشاط هو عن اللور كيس دي. حنلونها بنقط. شو يعني نقطة بالإنجليش؟ نقطة يعني dot. What's the meaning of dot? يعني نقطة. بأي حرف بتبلش الدوت؟ دوت بتبلش بحرف الدي. يعني الحرف الدي يلي قدامنا هو يلي بتبلش فيه كلمة دوت. طلعوا شو عم نعمل؟ عم نلونها بنقط. شو قلنا؟ دوت يعني نقطة بتبلش بحرف الدي. دي is for what? Is for dot. Good job. شكرا لكم وانطرونا بفيديوهات جديده.